السيستم واقع ولا مش فاهم؟ كلمهم يبعتوا حد يشوفوا القصه. افطروا يا سيدي. صباح الخير. صباح النور يا زهر. ولا طارق ايه في قد مالك يا مخشك كده؟ لا السيستم بس واحد. ولا انت قد معجب بالبنت ساره ولا ايه؟ لا يا عم معجب ايه يا عم؟ ايه التهريج ده؟ وكل حكايه بس ان انا نفسي اعيش بقيه عمري تحت تراب رجليها. طب ومعندكش بقى خطه توصلك لحلمك المهزأ ده غير انك تتنح وتفتح بقك وتريل كده؟ ولا نروح بقى على بلان بي؟ ابوس ايدك، ده انا ممكن اروح الشلاحات مش بلان بي، اروح اي حته في الدنيا. انا نفسي تبادلني اي مشاعر حتى لو مشاعر اشمئزاز. حتى اعمل ايه ياد ملك ياد؟ في ياد الستات ما تحبش الراجل الطري ياد كده ياد استرجل. الست تحب الراجل القوي، الراجل المسيطر. مسيطر؟ ماشي نعمل ده. ايوه السيستم واقع الصبح. طب ما تكلمهم يبعتوا حد. افطروا يا سيدي. صباح الخير. صباح النور يا زهر. غبي يعني ايه؟ انا مش 100 مره قلت الاوردر يطلب معاه كاتشب؟ مش هنعرف نجيب كاتشب مع الاوردرات يبقى نقعد في بيوتنا؟ وانت يا هانم اللي انت لابسها ده محتشم قوي، انا مش عارف اتلك ايه. اسود قوي ليه كده؟ داخل علينا تقول صباح الخير وانت لابس اسود؟ اتفضل على مكتبك مقاسة بنات. اتفضلي. انت يا مجنون يا ابوس ايدك. اهبل. وايه مقاسة بنات دي؟ ما انا ايه مقاسة بنات دي؟ ما انا بحاول اكراش باي طريقه. يا انت ما عندكش فيسبوك، مش عايش معانا في الدنيا. اعمل ايه طيب؟ الدفاع عن حقوق المراه يا اخر موضه في التظبيط. طب ازاي دي؟ اعمل ايه يعني؟ خليك فيمنس. عارف العيال فيمنس بتوع اليومين دول؟ اه الفيمنست. الحريم بتترمى عليهم كده. فيمنست. حاضر. فيمنس ما تفتيش. فيمنس. 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 او فاتيك ده اللي مخليك تتنح وتفتح بقك وتري. لا 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 هفيمنس من بكره. انا هفيمنس من بكره. هفيمنس. مش فاهم السيستم واقع الصبح ولا ايه ده؟ طب ما تكلمهم ويبعتوا حد. بيفطروا يا سيدي. صباح الخير. صباح النور يا ساره. غبي. ابوس ايدك. انا اسف. معلش انا اسف. انا اصلي سخنت عشان الحقوق والمراه فاتغبيت شويه. معلش اتغبيت جامد. وعلى كذا مستوى العلم. انا اسف. هخلص المصلحه وهراضيك. انا معلش. ما فيك ايه؟ اقول لك انا هجيب معاك النهر. ابوس ايدك. الستات تحب الراجل الفييس، الراجل الكريم يا الراجل الجنرس. ماشي. وريها كشاتك يا ماشي. سهله دي. معاك فلوس من بكره الصبح. السيستم واقع الصبح ولا مش فاهم؟ طب كلمهم. طب ابعتوا حد. افطروا يا سيدي. صباح الخير. بقول لك ايه يا ابني، روح هات لنا 5-6 افطار انتر كونتيننتال. انا عازمك النهارده. انا عازمك. روح هات غبي هات فطار ياض. لا لا انا بفك الباك وبرمي الحاجات اللي فاضله. جيبي ضايق ما بحبش الكركبه يعني. ايه بقى ما انا عملت اهو يا ابني؟ اتضيعت. إيه؟ بتعمل اي كلام؟ والله ما انا هو رميت فلوس وعملت كل حاجه. اقول لك الستات تتثبت من ايه؟ من الراجل المتعاون. اتعاون معاها تتثبت. ايدي في ايدها يعني. تثبت. ماشي. يا ابني بتعمل ايه يا ابني؟ السيستم واقع ما تفهم. ما تكلمهم ويبعتوا حد. بيفطروا يا سيدي. صباح الخير. ورقه وقلم وتكتبي معايا يا ست الكل. النهارده هنتكلم عن طريقه عمل البصاره. تحب البصاره يا ساره؟ شوف يعني متعاون ودم خفيف. بص يا ست هنعمل ايه بالظبط عشان مش عايز اي لخبطه. هناخد دي. يا ابني هتقطع عيشنا يا ابني. هنترفد. ايه اللي انت عامله ده؟ ما هو انا عايز ابقى متعاون برضو. هي متعاون وبعدين بصاره. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ الستات تحب تتجامل. جاملها مش بصاره. مش تقول لي من الاول ده لعبتي. جاملها. ماشي كلام حلو. السيستم واقع الصبح ولا ما تفهم يا ابني؟ كلمهم يبعتوا حد يشوف القصه. بيفطروا يا سيدي. صباح الخير. صباح النور يا ساره. الله الله الله. اوبا ايه يا الجمال ده؟ ها اوكشه معديه سامع الصوت انا من بعيد. لا لا فورتيكا فورتيكا يعني الحب كله. تعال اقول لك يا ابني اللي بتقوله ده هنترفض. الله يخرب بيت. كلمه حلوه بقى دي صدقه. انت كده صايع يعني؟ ما انا قلت يا ابني
يا ابني الستات تحب الراجل الصايع. اه الراجل التقيل اللافف، راجل ليه ماضي. ماشي عندك ماضي؟ لا لا نتصرف بكره. بكره, بكرة الصبح تيجي بالماضي. حاضر حاضر. السيستم واقع على الصبح ما تفهم. كلمهم يبعتوا حد يشوف القصه دي. بيفطروا يا سيدي. اه كل يوم كده. صباح الخير. صباح النور يا ساره. بقول لك يا ساره، ما تعرفيش الروج الاحمر بيطلع من على اللغد من هنا كده ازاي؟ اي مزيل او حاجه للغد وانا اتصرف في الاحمر ده مش مشكله. سبت بابا ايدها تقيله قوي، انا رايح الشغل وما احبش كده. الشجاعه الشجاعه خالص كده. اوكي سارة، بقول لك انا بقالي فتره بحاول اكراش عليكي بهبل، وهو انا بحبك بس انا ما بحبش العيال الصغيرين وانا مش مستعجل على الخلفه. خلاص. لا انا بتكلم عليك انت، الشغل اللي انت بتعمله ده شغل عيال صغيره والست ما بتحبش كده. ما انا ما اعرفش بقى الست بتحب ايه. الست تحب الايه؟ لما تحطي قدامه كده يتنح ويفتح بقه ويريل. شوف من اللذينة، ما انا كنت بريل. السيستم واقع على فكره. طب ما تكلمهم كده تشوف افطاروا يا سيدي. ما احنا في ايه ولا في ايه؟ ساره انا عايز اقول لك، ان انا معجب بيكي من زمان. وانتي؟ بصراحه لا اسفه. طارق. ايوه. انت سالتني اذا كنت معجبه بيك ولا لا، بس انت ما سالتنيش اذا كنت بحبك ولا لا. ايوه بتحبيني؟ لا خالص بصراحه غبي.